ديالي والحباب ديالي، واليوم غادي نقدم لكم الساندويتش بالدجاج. كيجي بطريقه رائعه ديال المطاعم الكبرى، وهاوش براون ديال البطاطس اللي كتجي طوب تدوم مع صوص كوكتيل. فخليكم لاخر فيديو، ما تنساونيش من اللايك والاشتراك والبارتاج. البنات سمعوا، يا سلام وبنينه الله يعطيني الصحه. مغزلات، وكي كتشوفوا حبيباتي غادي نقدم لكم واحد الوصفه اللي رائعه، وكتعرفوا دابا الصيف صيف وكنبغيو هكا شي حاجه. دابا كنزرب باش نبريباري الغدا لولدي، وهاد الوصفه كتعجب الاولاد والكبار والصغار، وانها زوينه. نبداو حبيباتي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هادو هما المقادير اللي عندي البنات. عندي هنا كما كتقولوا واحد تقريبا 400 غرام ديال الكفته ديال الدجاج، وكل واحد غيدير على حساب العائله ديالو. انا هنا كونتيتي درتها ليا انا وليداتي. عندي واحد البصله اللي غادي نديرها هنايا، هادشي كله غيدار هنايا. غنهضر او ميم طون غادي ندير، كتجي واحد مذاقات رائعه. هنايا غادي ندير الثومه المجففه، واحد تقريبا ما نقويش الثومه المجففه ما تعطيش كيفو. غندير البصله المجففه هذه اللي كتكون هكا البنات، كتعطي واحد المذاق حتى هي رائع. هنا كندير شويه الفلفل الاسود او البزار، كندير شويه ديال سكنجبير، وكندير شويه بابريكا، وكندير شويه ديال الكمون. الا قويتو الكافون الكمون عفوا كيما الرز. هادو هما المقادير ديالي. نجيب شويه زيت الزيتون، صافي غادي نمارينها ونطلقها. هنا الوصفه الثانيه اللي غادي نلفق معاها هي البطاطس اللي كدها هاوش براون بالطريقه ديال كاي ماكدو، كتجي رائعه كيبغيو الوليدات. نقطع مع هنا لقيت ثلاثه البطاطس، غادي نقطعهم صغار نوريهم لكم ونوريكم شنو غندير لها. هنا كي كتشوفوا الغزالات، بعد ما جمعت هذا غتعطيني تقريبا واحد ثلاثه، وانتم غتقسموا كما قلت لكم على حسب العائله ديالكم. هنا كتاخذوا البطاطا ديالكم كتقطعوها رقيقه. انا عندي لاباري اللي كنبغي نقطعها بالنسبه مانيول، بالنسبه للناس اللي ما عندهمش. انا كنحاول ما كنزربش، ما كنقطعش بالطريقه يعني كنزرب بحال هكا. انا نورمالمون كنزربها بحال هكا يعني كنزرب، لكن دائما غنبقى معكم بالشكل المبسط كما عودتكم. صافي هنايا من بعد ما قطعتها بحال هكايا كتقطعوها يا مربعات صغار بحال هكايا، لان هي غتشوفوها غتجي على شكل مربعات مسطحين يعني هادشي صغرو. هادي العمليه الاولى، كنقطعو طاطا بحال هكا صغيره، ومن بعد كنغسلوها مزيان من الماء وعاش غنصفيها، لان هادي كتاخد شويه الوقت فحاولوا ديروها بكري. انا غنبريباريها وعاش نرجع نكملها معاكم. كمل تقطع ونتلاقاو. هنا كما كتشوفوا البنات كتغسلوها مزيان مزيان باش كتحيدوا منها ديك النشا ديالها. صافي كتغسلوها شي ثلاثه الخطرات اولى اربعه اللي بقات طويله. صافي كتغسلوها مزيان وكنهز غنصفيها وغتشوفوا واش غندير لها. كما خصني نصفيها ونمشي نجيب دابا جاد ونتلاقاو ان شاء الله ملي غنرجع. وهنا الغزالات كما كتشوفوا هي تصفات مزيان ونشفات. هنا خديت مقله ديالي غنوضع فيها الزبيته وبحال غنصوتها 5 دقائق وغنهزها ونشوف شنو غندير لها. وكي كتشوفوا الغزالات ها هي دابا بحال غنطيبها 5 دقائق وغنهزها وتشوفوا الطريقه الثانيه. غزالات درت واحد 6 معالق ديال النشا وغندير شويه الملحه باش ما درتهاش في الاول. وهنا البنات كناخذ بابي كويسون كنسرحها فيه كما كتشوفوا، غنجيب المدلك ديالي باش نرجعها رقيقه فين كما قلت لكم. غادي ناخذ المدلك ونقعد نحاول نقطعها صغير،
كما كتشوفوا هذا هو السمك اللي حصلت عليه. دابا غنديرها في كونجيلاتور تشد شويه راسها باش نقدر نقطعها الشكل اللي بغيت انايا باش ندوزو مباشره نقليوها. وهنا الغزالات كما كتعرفوا انني غندير لكم دابا ساندويتش اللي نتوما عند كلشي هنا بان دو ميشري اولا صايبي. غادي نحمرو دابا شويه، غندير الزبده في المقله سخنتها مزيان، غندير فيها شويه الزيت الزبده وانتم معايا. هنا غندير الزبده الغزالات غنحمرو على جوج جوايع وغنبدا نطيب الكفته ديالي. كما كتشوفوا الغزالات كديروا لي بحال هكا وكدير على دو كوتي كتقرمش مع الزبده الحيوانيه كتعطي واحد المذاق رائع البنات، كيجي بحال هكا كخوكو شتوه كيجي مقرمش. صافي انا وجدت غنبدا نطيب دابا الكفته ديالي. نحاول نديرها مربع، نجي بلاستيكه تقريبا كديروا واحد الكره تكون بحال هكا مربعه قد قدالها شتوها، يعني درتها بعيني ميزاني اوبس شتوها. هنا كما كتشوفوا كندير المخلل ديال الكورنيشو، كندير واحد جوجات. هنا غندير واحد معلقه كبيره ديال لا مايونيز، غندير واحد ما تقريبا معلقه كبيره ديال الكاتشوب، غندير شويه الملح، شويه ديال الزيت وشويه ديال الابزار، وغادي نطحن هاد لاصوص كامل. كما كتشوفوا الغزالات ديالي واحد لاصوص اللي جات بنينه بنينه، شوفوا بنينه دائما كنعطيكم ديال صوص لبنان. وهنا الغزالات بدات مرحله الدريسه، شوفوا الكفته ديالنا كي كتجي شهيه وراقيه. انا قرملتهم شويه باش ياكلوهم ليا الدراري. ناخذ واحد لاطونش اللي غنبريزونتي حتى هي مباشره. كناخذ ها هو الخبز ديالي بقرمش، كندير الحمد لله انا واخا اليوم طلعت لي واحد الطريقه بلا ما نعاودها لكم، ولكن الحمد لله نجمت الكبده. تبقات لي البطاطا غادي نجبدها باش نقليها لي. هذه هي لاصوص كتجي لذيذه البنات، ها هي الحيمه كتجي قد قد. ايوا ها هو الفرماج ديالي، وانا قبل ما نديرو غنديرو باش يدوب لي الفرماج غندير عليه غندير عليه واحد اللعيبه باش يتفوندو. ناخذ مع هاد الصيف هادو كينفعك الوجبات السريعه. هذا الشيء دار البنات. صافي غنجيب واحد اللعيبه باش نذوب الفرماج. وهنا كما كتشوفوا هي بعد ما شدت راسها شتوها كتجي على هذا الشكل هذا، هي باقا ما قصاحتش ولكن بحال تجمعات كتعاود تعتقوها بحال هكا. نقسمها غير على جوج هاهي البنات شتوها، هانش بغاون زوين البنات. درت شوف لاباري ديال البانيني وداب ليا الفرماج. سي جا طلب ليا انني نزيدو مطيشه في البان في الساندويتش ديالو، ورايو يحترم. دير لي هذه صغيره وغنعاود نسد على الساندويتش ديالي، وانا كذلك غندير مطيشه وجوري غنديرو لها في بلو. هادشي اش ما قدمتش ليكم. الساندويتش ديالنا كما كتشوفوا كيجي على هذا الشكل هذا،
كيجي متيول وكيجي مقرمش، جا تبارك الله الهضرب ديالو. وهنا كنرافق مع الصوص اللي قلت لكم، سمحوا لي على الصوت. وهذه ديال هانش براون ديال ماكدو، كتجي مقرمشه وكتجي رائعه. جربوها الوليدات ديالكم وكتعطيهم شي حاجه اللي مختلفه، كتجي زوينه صدقوني ولذيذه. هذه جات ديما كنشارك معكم البطاطات وكيعجبوا الوليدات ديالكم، دوزت عليكم كريات مقرمشه درتها لكم بالطريقه ديال النشا. واليوم جربوا هذه حتى كتجي رائعه. وكذلك درت لهم عصير بالتمر والحليب والبنان، وكنتمنى يعجبكم الساندويتش ديالي وينال لكم. ولا عجبكم ما تبخلوش يعمل لي لايك والاشتراك والبارطاج باش تكبر دائما العائله. وصدقوني جربوا هاد الساندويتش وهاد المجموعه كامله، غادي يجيكم لذيذ لذيذ وغترجعوا عندي وغتويا. الله يعطيك الصحه، شكرا على الوصفه. كنتمناك دائما كما قلت لكم ما تبخلوش يعمل لايك والاشتراك والبارطاج باش العائله تكبر. وهنا ضروري البنات ديروها شي ساعه قبل في الكونجيلاتور باش كتشد راسها مزيان، باش منين تقليها ما تتقش لنا دابا كتعرفوا الصاد. يلا خليتكم في رحمة الله ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. باي باي.